60 يوما استغرقها هؤلاء الفتية والفتيات استعدادا لهذا اليوم، ولسان حالهم يقول: نعم أستطيع، كن معي. شعار عبروا عنه فعلا لا قولا فقط. الإرادة، التحدي، العزيمة والإصرار، عناصر اجتمعت لترسم لنا هذه اللوحة. من 8 محافظات، ثلاثمائة وثمانون مشاركا ومشاركة، ومائة وعشرون مدربا ومدربة ومتطوعون، غمروا المكان سعادة ودفئا وحميمية. الرسائل التي أرسلت كان ردها سريعا واضحا وجليا من خلال هذا الحضور الكثيف لرجالات الدولة الأبرز في مجتمعنا اليمني، والدعم السخي لكل من يقف وراء هذه الفعاليات. وعي غير مسبوق عبرت عنه كل الفئات المجتمعية التي التفت اليوم حول فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش والاندماج في مجتمعهم الكبير، وحقهم في الرعاية والاهتمام. كاميرا العقيق تنقلت بينهم. صباح الخير خالد. كيف صنعاء انت من تعز؟ كيف صنعاء حلو؟ طيب تحبي اصدقائك يشوفوا كيف التلفزيون؟ يلا بينا نصور مع السلامه. سلامه. احنا المثل اعلى للتحدي والصبر، املنا بالمولى رضينا بالقدر، ما في شيء اسمه مستحيل. والله شعور خاص ما حد يحس فيه غير اللي شارك، شعور الواحد يشوف يشوفهم هم فرحانين يفرح. والله شعور رائع جدا ولا يوصف بصراحة، يعني بكفي حماس الجمهور هذا كله ما شاء الله عليهم. هذا أقل شيء يمكن نقدمه لإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة. انتهى اليوم، أما عجلة الفعاليات ما زالت في دورانها الدؤوب من خلال جهود مهندسها والتي أثمرت كل هذا النجاح. فارس السنباني رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص اليمني.